لازم تجيب النقطة، شايفين النقطة يا شباب؟ هاي النقطة لازم تجي هون، شايفين؟ حطيت القشور الجديدة، حطيت السيليكون، كان هلا ركبها. بس لكن في معلومة مهمة، عنا هاد اللي بساوي بالانس، عنا هاد بساوي بالانس على تركيب القطعة هاي اللي بتركبها. لازم تجيب النقطة، شايفين النقطة يا شباب؟ هاي النقطة لازم تجي هون، شايفين؟ هاد هاي القطعة بالانس، بيعمل بالانس للموتور، بيعمل بالانس مشان ينعم الصوت وما يرج الموتور. وإذا ركبته غلط احتمال كبير يكسر لك الجرانك. بدك هلا بتجيب الأعلام وأنت عم بتنزلها شوي شوي تركبها. بدك كمان فك هي، فك البرغي، اسحبها لبرا. بعد ما تركب ارجع تجيب الأعلام نظامي وركب. هلا بالفيديو رح اشرح لكم كيف. رح فك البرغي واسحب اسحب البشلي، أركب هي القطعة، بعدين بجيب الأول نظامي وبركب. هذا أول البلانس، ضروري يركب من قطعة لنقطة لأنه ما بينجح الموتور أبدا. خلينا نركب هي القطعة وبرجيكم شوي. طبعا لازم نزيد، هدول البراغي
اهم البراغي اللي يشدون هنا من الصينيات، هذول البراغي من الصينيات اهم شيء، لازم يشدون صح ويشدون مقابيل بعض وجنب بعض. هلا بعد ما حطينا براغي يا شباب، هذول البراغي ال14 اللي هن المسؤولين على تطبيق الجراين، هذول لازم نشدهم اول شيء 40، بعدين بنشد هذول الصغار 13. تمام، اول شيء بنشد هذول من الصينيات 40، بعد ما نشد هذول 40 بكون ثبت اخذ محله، بعدين نشد ال 13 شد عادي. تمام، بعدين نرجع نعيد عليه مره ثانيه هذول 40. تمام شباب.